بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الحقيقة من نظافة الإسلام أنه نظف اللسان، لأن كما أنه أكل الشارع تنظيف، وللبيت تنظيف، وللباس تنظيف، للسان أيضا تنظيف. كلنا سامعين يقولون فلان لسانه وسخ. وسخ يعني شنو؟ يعني عليه وساخة؟ لا، يعني لسانه لسان فيه غيبة، فيه تهمة، فيه نميمة، فيه كذب وما أشبه. وإنسان يصلح لسانه، هذا شيء مهم جدا. لسان الإنسان يكون مصلح، لا يكون مغتاب. الغيبة، أبو ذر الغفاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هي الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني تقول وراء إنسان ما يكره ذلك الإنسان. وكما لا تحب أن تذم فلا تحب للناس أن تذمهم. أنا أحب أن الناس يتكلمون وراي؟ طبيعي لا. كذلك يجب علي أن لا أحب أن أتكلم وراء الناس، مو صحيح. التهمة، تهمة بعد أسوأ. التهمة معناها أن الإنسان يتكلم وراء إنسان بالكذب، يقول فلان سارق وهو ليس بسارق، فلان قاتل ليس بقاتل، فلان مو طيب وهو طيب. هذا الشيء المتعارف عند الناس، وهذه تسمى تهمة. النميمة معناها أنك تذهب إلى زيد وتقول إن عمرا تكلم عليك، وتذهب إلى عمر وتقول إن زيدا تكلم عليك. يعني بين اثنين تشعل نار الفتنة، هذه تسمى بالنميمة. وأكو في الأحاديث أن النمام يأتي يوم القيامة وماركته الخاصة له لسانان من نار. اثنين لسان عدة من نار، لسان من أمامه ولسان من خلفه، لسانان من نار. هذا في الحقيقة فالشكل مرعب ومخيف ومو مريح. هذا يأتي يوم القيامة بهذه الماركة الخاصة. الكذب نفس الشيء. الكذب يدل على حقارة النفس ودناءة الإنسان. إنسان يصدق في كلامه، في حركته، في سكونه، في عمله. وفي الحقيقة دائما الصادقون هم الرابحون. نعم يمكن هسه مشكلة بسبب الصدق، أما أنك إذا صدقت وصدقت وصدقت كل الناس يعتمدون عليك، يعتمدون على البضائع التي تقول كم، يعتمدون وأنت الطبيب على أن المرض صحيح أو غير صحيح، هل هذا دواء أو ليس بدواء، هل تعرف أو لا تعرف. كان عندنا في كربلاء فرد مصرف محافظ، كان عندنا نزاع بين رئيسين من رؤساء القبائل الله يرحمهما، أحدهما سيد إبراهيم الشهرستاني والآخر ملا محمود. هذول عندهم نزاع، ونزاع طال 13 سنة على ملك جدا وسيع وكبير. فهذا وقت اللي كان يأتي متصرف ومحافظ جديد، لأن النظام كل 4 سنوات يتبدل محافظ، كان يأتي محافظ جديد كلاهما يذهبان إليه أن يشتغل لهما. ذات مرة مرحوم سيد إبراهيم الشهرستاني ذهب إلى محافظ جديد، المحافظ قال: أنا ما أشتغل لك وكن ممنونا لي. محافظ الجديد قال: ما اشتغل لك افتهم،
أما كن ممنونا لي شو معناه؟ قال معناه أنه ما أركضك، أقول لك عقب باشر تعالوا إن شاء الله وأشوف وأكتب لك وما أدري كذا وأتكلم ويا وزير الداخلية ومن هالقبيل، لا لا وكن ممنونا لي. أستاذ إبراهيم الشهرستاني كان ينقل هالقصة ويقول حقيقة أنا صرت ممنون له. قال أولا صدمت بهذه الكلمة، كلمة جارحة، لكن بعدين شفت صار المصرفين كانوا يكذبون علي وهذا صدقني. هذا هو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في موعده. يخلي ويا الإنسان موعد ما يجي، إيه وش تخلي موعد وما تجي؟ أو يعد الإنسان أنا أبيع لك هالحوش وبعدين ما يبيع، لماذا؟ تريد تبيعه بيع، تريد ما تبيعه لا تبيع. وعلى هذا المعدل الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، الكذب، السب، لماذا سب الناس؟ السبابون هل انتفعوا بفائدة؟ لننظر السبابين الذين يسبون الناس. بالحقيقة أنا شايف السبابين في كربلاء، شفت بعض الأصدقاء كانوا عندهم لسان مو طيب، حقيقة مكروهين من كل الناس، يسب هذا ويسب هذا ويسب هذا ويسب هذا ويعلق على هذا ويعلق على هذا ويعلق على عمي شنو، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. سب للناس والتعليق على الناس، فرد مرة فرد عقرب لدغت رسول الله والرسول يمسح الحجر الأسود في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا. قسم من الناس لسانهم هالشكل، هاي شنو ينتفع من هذا اللسان؟ هم مو معلوم شنو ينتفع، هيك غير كراهة الناس. لسان الإنسان لازم يكون لين. الرسول الأعظم في حديث له لعلي عليه الصلاة والسلام قال يا علي مكارم وأخلاق الدنيا والآخرة في ثلاث، لين الكلام والسخاء والعفو. شاعر نظم هذا الشيء في بيت يقول مكارم الأخلاق في ثلاثة منحصرة، لين الكلام والسخاء يعني الجود والعفو عند المقدرة، إذا قدرت أعف عن الناس. دائما الذين ينتقمون من الناس مكروهين للناس، دائما الذين لسانهم خشن هذول مكروهين للناس. تكلم وياك بلين جواب حتى إذا خشن وياك، أما لسانك سيء ولسان الإنسان والعياذ بالله وصخ ويعلق ويسب ويبهت ويغتاب، الرسول قال وهل يدخل الناس النار إلا حصائد ألسنتهم. شوف شم واحد صار غيبة ونميمة. كثير من الناس يصلون يصومون لا يشربون خمر لا يلعبون قمار ما أشبه، ناس طيبين لكن لسانهم ثعبان. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص وقال يا رسول الله إن المرأة الفلانية تصوم النهار وتقوم الليل، الليالي تقوم وبالنهار تصوم يعني قيام بالعبادة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها إنها من أهل النار. لسان الإنسان كلش مهم. أكو في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول مضغتان في بدن الإنسان إذا صلحتا صلح الجسد كله وإذا فسدتا فسد الجسد كله، القلب واللسان. قلب الإنسان مركز التفكير ولسان الإنسان مركز الانطلاق. أكثر أذية الناس من اللسان في الحقيقة، أكثر أذية الناس. حتى أكو في الحديث إذا جاءك فقير أعطيته دينار وعلقت عليه أو لم تعطه دينارا ورددته بسلام، الرد بسلام أفضل عند الله من تعطي دينار وتعلق عليه. قول معروف، آية في القرآن الحكيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قسم من الناس يفسدون عملهم، يعطي فلوس لكن يعلق على الفقير، هذا ينكسر خاطره، لماذا عم؟
لا تطي ولا تكسر خاطر. وعلى هذا المعدل اللسان إنسان لا يلزم عليه أن يحفظ لسانه، هذا أولا. الشيء الثاني، كل ما عملته بلسانك تتلقى، هذا مسلم، وكل واحد منكم جربه. أهنت الناس بلسانك، الناس يهينوك. احترمت الناس بلسانك، الناس يحترموك. سلمت على الناس، الناس يسلمون عليك. ما سلمت على الناس، الناس ما يسلمون عليك. اغتبت الناس، الناس يستغيبوك. اتهمت الناس، الناس يتهموك. لسانك تنبت زرع. شلون؟ الزرع لابد يعطي ثمر. برتقال زرعت، برتقال تأخذ. حنظل زرعت، حنظل تأخذ. أي شيء. والشاعر يقول: لا يجتني الجاني من الشوك العنب. زرعت الشوك وأخذت العنب، هذا الشيء يصير في العالم؟ مستحيل أن يصير في العالم. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن وهن الرجال فلن يهابا. أهنت الناس، الناس يهينوك. حتى إذا أنت ملك، سب الناس، شوف باشر الناس يسبوك لك. قاعدة كلية. أهنت الناس، الناس يهينوك. احترمت الناس، الناس يحترموك. اغتبتهم، الناس يستغيبوك. كل عمل في العالم هكذا، لا بس لسان. هسه كلامنا احنا في اللسان، يدك، رجلك، بطنك، حتى فكرك. اكو في الحديث: القلب يهدي الى القلب. يعني شنو؟ يعني انك نويت سوءا باخيك في القلب، قلب ذاك الانسان يطلع وينوي لك السوء. موج انعكاس رد الفعل. ولو هذا الشيء احنا ما نشوفه بعيوننا، لكن موجود في العالم، موجود رد الفعل. ولذا اكو نية حسنة في الدعاء، اكو في خطبة رسول الله: فاسألوا الله بنيات صادقة، إنما الأعمال بالنيات. النية الطيبة، النية الحسنة، النية السيئة، النية الخبيثة. أكو روايات وآيات حول هذا الموضوع. حتى نيتك فلتكن خيرا، نيتك للناس خير. نية الإنسان، عمل الإنسان. فرد وقت صار فرد قصة في إيران جدا جميلة، هالقرب يعني مو قديم. فرد واحد كان من الأخيار، طيب، إنسان طيب، صلاته وصومه وخمسه وحجه وصدقه وأمانته، ومن التجار، هو إنسان جدا طيب. هذا الإنسان توفي. أقول قصة جديدة مو قديمة، ما قبل 5 سنوات القصة. إنسان طيب يعمل بالصالحات، ما يأذي الناس، ما يهين الناس، يخدم الناس، ينفع الناس، هذا الإنسان توفي الله يرحمه وناس يترحموا عليه. لأن في الحقيقة الإنسان الطيب الناس يترحمون عليه، كل واحد يذكر محامده ومدائحه. الله يرحم فلان دكتور خوش دكتور كان، الله يرحم فلان مهندس خوش مهندس كان، الله يرحم فلان عالم خوش عالم كان، الله يرحم فلان تاجر خوش تاجر كان. وبالعكس، أوه فلان إنسان شنو فائدة وجوده كان؟ عالم خلي يكون عالم، النفس كان عالم. خطيب، لسانه، نتجنب لسانه. وعلى هالمعدل فهو إنسان خير توفي، الناس رحموا عليه وكذا وما أشبه. بعد أسبوعين رآه إنسان عالم في المنام. العالم يقول: أنا ما كنت مطلع أصلا من هالقصة، رأيته في المنام في بستان وحديقة وحور وقصور وجمال وثياب وكل خير، جنة جنة، واقع جنة، بس عيونه عمياء ما يشوف. ليش ما يشوف هذا؟ ما يشوف أصلا. مكان الزين، شايف إنسان قد يروح إلى بيت فرد واحد مثلا يشوف كل شيء زينه، مثلا فرد نقص أكو في جسمه، مثلا شلل وياه، أو عينه ما تشوف، أو إذانه ما تسمع، أو لسانه ما يتكلم. يقول: تعجبت وأنا أعلم أن هذا العالم اللي شايفه بالطيف، يقول أعلم أنه هذا الإنسان إنسان طيب، وما عد فرد شيء يستحق أن تكون عينه عمياء في عالم الآخرة. تقدمت إليه، سلمت عليه، سألت أحوالي، قلت أحوالي كلش زين بس عيوني عمياء ما يشوف. يقول: على أنه، قلت له: إلوش
انت كنت انسان يعني في حياتك كل شيء فيك منظم، انا ادري واعرفك وصديقك. قال الحقيقه هذا فرد جزاء فرد عمل لقيته هذا الشيء. عيوني عمياء، المعروف ان الذي لا يحج عينه في الاخره عمياء، حديثا عنه. وايه قرانيه اكو في الموضوع، الايه تقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. فسر بمن يترك الحج وهو يستطيع، يقول عن الشباب مستطيع ما يروح للحج، ها يقول بعد انا شاب. الانسان اذا بلغ البلوغ الشرعي يجب عليه ان يذهب الى الحج، كل عذرا وقبول. بس مو ايام الحج نتكلم هذا الموضوع. فيقول هذا العالم، يقول رايت فلان التاجر الخير المتدين في المنام، ورأيت أنه في قصور وأنهار وأشجار وأطيار وثمار وكل خير لكنه أعمى. أنا فكرت هذا ما عاد شيء يستحق العمى في الآخرة. تقدمت إليه سلمت عليه، عرفني لأن صديقي، وأنا أدري أنا هو ميت وأنا في عالم الرؤيا، لأن أحيانا صاير عندكم كلكم تعلمون أن هذا الشيء اللي تشوفوه رؤيا، وتعلمون أن هذا الميت أو هذا حي. إنسان في الرؤيا أحيانا عدها الشكل إدراكات. يقول تقدمت إليه وقلت له حجيت كلش خوش عدمي وكل شيء تجزية أنا أدري. قال في الحقيقة عماية بسبب. ما هو السبب؟ قال السبب أنا اشتريت فرد أرض واسعة في فلان مكان من شيراز، كأنه في شيراز هو القصة. اشتريت فرد أرض واسعة، وهذه الأرض زراعية. قبلي كانت في هذه الأرض عين ماء، عين عيون، العيون الجبلية أكو عيون ماء، وهذا العين كانت محل انتفاع للقرى المجاورة، يجون يشيلون ماء من هذه العين. فالشخص الذي كان يملك الأرض قبلي كان مجوز لهم، هو مسوي زراعة في أرض كلها، أرض زراعية، لكن مخلي الطرق إلى العين، منا طريق منا طريق منا طريق منا طريق، كل طريق أفرض فرد 100 متر 200 متر، حتى الناس يجون يشولون الماء من هذه العين، بدوابهم يأتون، ريفيين بعد ما عندهم ماء، من هالعين يشيلون ماء. يقول أنا حسبت وفكرت في أنه هذه العين تخسرني كل سنة كم 10,000 من التوامين، لأن أنا لازم لا أزرع هذه المنطقة، المنطقة الأربع منا 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 لازم لا أزرعها، والزراعة تكون في سائر الأماكن. أرض كبيرة أفرض منا أرض لا صلة بخات مثلا، أفرض هو أكبر. هذا أولا. الشيء الثاني، هؤلاء الذين يأتون ويروحون إذا ماكو سياج، هذول بطبيعة الحال ويا دوابهم يأتون، جهالهم يجون، نساءهم يجون يشيلون ما، يقطفون طماطة، يقطفون كذا، يسحقون شتلة وشجرة صغيرة. قلت ماكو داعي بينما الأرض لي والعين لي. هسه فرد واحد كان يريد الخير، أنا شو يخصني في الموضوع؟ يقول أنا جئت وشفت أنه أسيج الأرض وما أتمكن، ماكو داعي هم أسيج فرد مبالغ ضخمة. جئت وجعلت العين عمياء، عين الماء، ذبيت عليها تراب وجص وما أدري كذا وحجر وشي، عين كبيرة هم كانت، لأن أكو بعض الأماكن عيون جدا كبيرة، وأنا شايف هالعيون، كان عندنا عين في شفافة أنا شايفها، العين أكبر من المدرسة الرسول الأعظم 3-4 مرات، يمكن شايفيته أيضا، عين جدا كبيرة، عيون قد تكون جدا كبيرة. يقول أنه تكبدت خسائر حتى ملأت هذه العين وانقطعت رجل المارة. هؤلاء القرى المساكين المجاورين هم ما لهم حق قانوني في الموضوع، لكنهم كلهم تأثروا من هذا العمل. قالوا الله يرحم فلان إنسان المالك لهذه الأرض، وجاي هذا الحج إجا وهالشكل سوى الأرض، وأخذوا يذهبون إلى مكان كلش بعيد يجيبون ماء من هناك. مثلا أفرض هذا في وسط منطقتهم هالقرى المجاورة، بينما صار قرار على أنه نصف فرسخ يرحون، فرسخ يرحون مجبورين هالشكل. فإحنا الحمد لله نعدنا ماء، لكن الأماكن اللي ماكو فيها ماء أحيانا الناس يروحون إلى فرسخ إلى فرسخين حتى يأتون بالماء، وهذا صعوبة لهم. يقول لما مت قالوا لي هذه أشجارك وهذه أطيارك وهذه ملابسك وهذه خدمك وأنت رجل خير،
ما عليك بأس، وإنما حيث عميت العين عن الناس عينك عمياء. هذا هو ما أخذته، ما أعطيته، ما أخذته بيمينك تعطيه بشمالك. يقول أنا هواي تأثرت، قلت له، هو العالم يقول الشايف بالطيف هذا الرجل التاجر، يقول قلت له هل له علاج؟ قال إيه. ما هي العلاج؟ قال قل لأولادي يشيلون هذه الأتربة من العين ويرجع العين إلى مكانها. هذا علاج، علاج بسيط. يقول أنا العالم يقول أنا مو مطلع أصلا هذا له أرض ولها عين، لأن أنا أفرض عالم وصديق زيد، مش مدريني زيد شنو عده شنو ما عده، صديق عمرو مش مدريني عمرو شنو عده أو شنو ما عده. يقول فزيت من المنام شفت هذه الرؤية، رؤية صحيحة أصلا وتبين من وجهها أنها صحيحة. رحت إلى ورثته، ورثتي أيضا أصدقائنا، وقلت لهم الموضوع، قالوا يضل الأرض لنك، قالوا نروح نشوفه. رحنا شفناه، شفنا إيه معلوم آثار عينك في الوسط. يقول جاوب العمالين والفلاحين وما أشبه، العين أفرغوها من هذه الوساخات والأتربة وما أشبه، ورجعت العين إلى مكانها. بعد مدة رأيته في المنام نفس الإنسان، تخير رأيت عينه مفتحة وتشكر مني وقبلني وقال جزاك الله خير، خلصتني إلى يوم القيامة من العمياء. الإنسان عمل الذي يعمله أولا هنا يأخذ جزاء، ثانيا هناك يأخذ جزاء، ثالثا بعد موته يأخذ جزاء. أولا هنا الناس يحترمه أو يهينه، ثانيا بعد موته يمدحونه أو يذمونه. الآن موجود كلكم، كلكم شايفين في كل مكان، فلان إنسان يموت يقولون الله يرحمه، فلان إنسان كان ما يأذي أحد، فلان مات إلى جهنم خل ساعة قبل يموت، كل أذينا وأهلنا وكذا على هالمعدل. ثم هنا هو يأخذه الناس، والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قال الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.